صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك من يقول أن من نقص الإخلاص أن تتغير تلاوة الإمام في الجهر عن تلاوته في السر، فهو في الجهر يراعي الترتيل والأحكام التجويدية، أما في السر فلا يراعي ذلك ويحضر بتلاوته. أحسن الظن بالأئمة، لا تقول هذا الكلام، عليك بنفسك أنت، وأما الأئمة فأحسن الظن بهم ولا تعلم عن ما في نفوسهم. نعم.